حضرتك صريح ومعروف عنك الصراحة، ايه المشاكل بصراحة اللي بتواجه المستشفيات الجامعية؟ كنا دايما بنسمع المستشفيات الجامعية دي كانت احسن مستشفيات وتروحها كده وانت مطمن. دلوقتي بقى فيها مشاكل كتير، ايه هي وليه؟ خليني بس ابتدي معاكي بحاجة كده. يعني انا والدي ووالدتي بيتعالجوا عندنا في القصر العيني. والدي حاليا محجوز في القصر العيني بيتعالج، الف سلامة عليه. ووالدي يعني اللواء طبيب. فاحنا لسه احسن مستشفيات في مصر، بس مش كلها، بدليل ان انا نفسي بدخل اهلي. ما هي دي الوحيده اللي هي مستشفى القصر العيني. انا بتكلم على بصفه عامه. بصفه عامه احنا عندنا مشكله طبعا في كل المجال بتاعنا ده بتاع الصحه والتعليم. انما المشاكل كلها نقدر نحلها وابتدينا، عشان بس نبقى صراحه، يعني احنا اخر 4 سنين دول تقدري تقولي ان يعني البوصله اتعدلت واحنا ماشيين في السكه الصح. بس حضرتك عارفه ان اي بلد في العالم بتقرر انها تبتدي اصلاح القطاع الصحي والقطاع التعليمي ما بيبانش قوي النتائج قبل 8 سنين 10 سنين. لما تبتدي تخرجي ناس جداد بشكل جديد والمنظر اللي انت بذلت فيه مجهود. المستشفيات الجامعيه بتعاني من انها اولا هي المستشفيات اللي فيها التخصصات الدقيقه كلها في البلد المجانيه. يعني المستشفيات الوحيده اللي بتقدم تخصصات دقيقه عاليه جدا في الطب مجانا او يعني مدعومه من الدوله تماما دي هي المستشفيات الجامعيه. فعليها طلب من حوالي 60% من المجتمع المصري اللي ما يقدرش يدفع من جيبه ثمن علاجه في تخصصات زي جراحه مخ واعصاب، جراحه قلب، قلب اساطر، اطفال مبتسرين، كل الكلام ده. الكلام ده مش موجود غير في المستشفيات الجامعيه بالمجان. فعليها ضغط جامد جدا. في نفس الوقت توزيع الميزانيات على المستشفيات في مصر محتاجه تعديل. وهنبتدي يعني البلد غير عادل. كانت في مشكله دايما موجوده اتصلحت بقانون التامين الصحي الشامل. يعني قانون التامين الصحي الشامل طبعا هو موجود ماده في الدستور اصلا. فكان لازم يتوجد هذا القانون. هذا القانون هيصلح حاجات كتير قوي، اهمهم مشكله التمويل. جميل. لان انا مثلا انا هضرب لك مثل بالقصر العيني. احنا عندنا يعني في خلال كمان 3 اشهر احنا حاليا 5620 سرير. في خلال 3 اشهر هنبقى 6200 سرير. 6200 سرير ده حجم مهول مش موجود في العالم كله في مستشفيات جامعيه. احنا عندنا 6200 سرير، الميزانيه بتاعتنا ما توازيش عدد المرضى اللي احنا بنعالجهم. الميزانيه بتتاخد لان احنا مستشفيات جامعه القاهره فلها ميزانيه كذا، مستشفيات جامعه عين شمس لها ميزانيه كذا، مش على اعداد المرضى اللي موجوده. واعداد المرضى في العشر سنين الاخرين زادت حوالي 3 أضعاف بسبب ان هي المكان اللي فيه التخصصات الدقيقه وبتقدم بلا مقابل مجانا. فبقى عليها ضغط عالي جدا. القانون التامين الصحي الشامل ميزته ايه؟ انه في هيئه من هيئات القانون اللي هتطلعهم القانون او طلعت خلاص، اللي هي هيئه التامين الصحي اللي هي هيئه تمويليه. الهيئه دي هتمول على المريض في اي مكان هو فيه بقى. فمش هتبقى ميزانيه بمعنى كلمه ميزانيه، هتبقى انا بعالج 2 مليون بني ادم، راس العين بيعالج 2 مليون في السنه، بيتردد عليه 2 مليون مريض. انا هاخد في المقابل من التامين الصحي هذا المبلغ، فحد ميزانيتي هتعلى وخدماتي بالتالي هتزيد. لغايه النهارده لسه طبعا ده ما اتطبقش على ارض الواقع وهياخد شويه سنين علشان يتطبق، لكن التمويل كانت عائق كبير قوي في نوعية الخدمة اللي أنا بقدر أقدمها جوه المستشفيات.